عند الحديث عن الزلازل يجب أن نبدأ بشيء يسمونه التصنيف. التصنيف هو يجب عليك أن تصنف نفسك، هل أنت من المتضررين ماديا ومعنويا من الزلزال؟ هل خسرت معنويا أشياء مهمة جدا ذات قيمة؟ هل خسرت ماديا أشياء هامة جدا ذات قيمة كبيرة بالنسبة لك؟ هل خسرت بيتك؟ هل مات أحد أفراد عائلتك؟ هل خسرت أعضاء من جسدك؟ هل عشت تجربة مريرة في الزلزال وصلت إلى مستوى أنك لا تستطيع التخلص من آثاره النفسية عليك؟ هل دخلت في نفق دوار الزلزال، فوبيا الزلزال؟ هذه الارتدادات التي بلغت حتى البارحة بعد 10 أيام من الزلزال، من 6/2/2023 حتى اليوم 16، بلغت عدد الهزات الارتدادية تقريبا 5000 هزة. هناك رعب يسيطر عليك. عندما تصنف نفسك في أي فئة من المتضررين بالزلزال، تستطيع أن تحدد حجم العناية والتداوي الذي أنت تريده. صنف نفسك، لأنك عندما تكون غير متضرر من الزلزال، أي أنك نجوت، لم يدمر بيتك أو دمر، لم تتآذى، لم تتآذى بأي جزء من جسدك أو بأحد من أفراد أسرتك أو بناس مقربين جدك، هذه حقائق. الإنسان هكذا يعيش، هكذا يفكر. فأنت تستطيع أن تتكيف وتخرج من دائرة ظلمة وظلمات الزلزال بسهولة، لكن تختلف القصة كثيرا عندما تكون قد تضررت أضرار فادحة من هذا الزلزال. الذي أريد أن أوصله إليك باختصار شديد، التشخيص نصف العلاج. إذا كنت قليل التضرر من الزلزال، أي أنك كنت في إحدى المدن التي ضربها الزلزال في سوريا أو في تركيا ولم تخسر شيء مهم، فأنه يجب عليك أن تتخلى بسرعة عن كل هذه الحالات النفسية التي تعيشها. سنقدم لك خطوات مهمة جدا للتخلص والخروج من نفق أزمة الزلزال بإذن الله تعالى.